لي من المصحف بعد اذنك ممكن اشوفه؟ معلش اصل هو الكتاب اهو قلتم الكتاب اهو. ما الكتاب مش ده كتاب يا ابني؟ هو ده كتاب. كنت قريته طبعا. انا لغتي عاليه قوي. طب تعالى لي بقى، تعالى لي بلغتك دي. تعالى حضرتك صاحب المكان ده؟ ايوه يا فندم. بقى لك قد ايه هنا؟ طول عمري هنا. طيب حضرتك بتقول لي ان انت قريت الكتاب ده؟ بالانجليزي. طيب ما تقول لي يعني ما عارف المكان ده قصده ايه وفصله ايه؟ لا مش مكتوب ده، هو جايبين مش مكتوب هنا. ابو الهول اوريك. في محضر تاني جايبين نفرتيتي، توت عنخ آمون، ابو الهول، الاهرامات. انا بتاع الصور بتاع الكلام. ايوه. طب انت مش انت لسه حالا بتقولي انا قريته كله وعارف التاريخ؟ طب دلوقتي انا بسالك على التاريخ بتاع المكان ده. ده سلطان بروق. عمل ايه؟ عمل ايه السلطان بروق؟ حكم مصر في فتره بعد قالون على طول. بعد مين؟ بعد قالون. طيب عملوا ايه؟ ايه انجازاتهم؟ ايه انجازاتهم؟ هو كل دول كانوا مماليك. انجازاتهم اللي هم بنوا الجوامع ده. حضرتك عايش هنا؟ ايوه. بالك قد ايه عايش هنا؟ بقالي 55 سنه. في شارع في القاهره ولا شارع معز؟ لا في شارع معز. طب تقول لي عنه ايه تاريخه؟ انا هو نبع الحياه، جميع الصناعات اللي على مستوى العالم موجوده في شارع معز. ليه سموه المعز؟ نسبه للمعز لدين الله الفاطمي. هو كان اصوله ايه المعز؟ كان اصوله من تونس باين ولا من المغرب ولا كان منين؟ لا ما عنديش فكره. انا متعلم بس مش عارف، انا متعلم بس مش مثقف. اعترف ما عندوش اي مشكله، وعلى راسي انه اعترف انه مش عارف. ما سوحنيش، ما عادش يفتي في المفتي زي ما كلنا بنتبرع بالفتي بتاعنا، عشان خاطر اعرف موف اون، عشان خاطر اعرف امشي اتجه اتجاه تاني، استثمر وقتي ومجهودي في مكان تاني اعرف من اكتسب منه المعلومات والخبره. انا حد عارف يا جماعه؟ حضرتك عارف المكان ده؟ اصول المكان ده تاريخه اثري، كانوا عايشين فيه القدماء المصريين. يعني المعز ده كان من القدماء المصريين ولا كان من المماليك؟ من المماليك. طيب كان اسمه الحاكم بامر الله. الحاكم بامر الله، وفي جامع في اخر الشارع اسمه جامع الحاكم بامر الله. جت الحزينه تفرح ساعتها. هما يمكن الطيبه المصريه بتخلينا عايزين ندي، يعني ندي معلومات، ندي يعني حاجات كتير، بس هما ما فدوناش. هما قعدوا يفتوا، مع احترامي والله، لكن ليه؟ طب ما حضرتك لما بتعمل كده ممكن كشاب صغير ابنك هيقول خلاص هي دي معلومات بتاعت بابا، ان نجم الدين الايوبي جه عمل الجامع، خلصت على كده، انا اتعشيت يا معلم، مش عايز اتعلم. ايه الانجازات اللي عملها المعز؟ عمل ايه لمصر؟ لا ما عندناش فكره عمل ايه لمصر بصراحه. انت عايش هنا برضو؟ انا مولود هنا. بما انكم مولودين هنا، عاده الواحد كل ما بيقدم في المكان بيبقى نفسي يعرف تاريخه واصله ايه وفصله ايه. ما جاتلكش الرغبه تعرف السيره الذاتيه بتاعت الناس دي؟ مين اللي عدى هنا؟ مين اللي مشي؟ مين ان هو المعز اللي امر ببناء القاهره؟ زي ما يقول القاهره كانت الاول في الفسطاط، لما جه خططها وجه الجوهر الثقلي كان المهندس بتاعه، فبقول هو اللي انشاها، وهو اتسمت باسمه علشان انشاها. بس اتعملت في عصر اكيد واحد من المماليك اللي كانوا سلاطين. عيني عليك انت يا رايق يا رايق. الله يبارك لك والله. شكرا يا جماعه. بص طلع بالمعلومه ازاي؟ ليه ما عندناش الدافع ده؟ ليه الدافع الاساسي بتاعنا ان احنا نفتي؟ وده متعب. انا بتعب لكم وبتعب معاكم. اوكي. الموضوع اجين مش محتاج امكانيات، الموضوع محتاج شعله كده من النار جواك تكون عايزاك تتعلم، تتنور، تثقف نفسك، عشان خاطر تاخد المعلومه اللي ربنا سابها لنا في التاريخ، بالذات التاريخ المصري ساب لنا امارات في كل حته. دي اماره، المبنى ده اماره، توت عنخ آمون ده اماره، الهرمات دي كلها اماره. ليه؟ عشان يقول لك نقطه معينه لازم تتعلمها عشان تفهم ايه اللي بيحصل في حياتك وتطبقه وتستفيد، لازم تفهمه. قعدنا نبرم عشان نشوف مين الناس والنفسيات والعقول اللي ممكن تكون جواها فعلا الغيره والحرقه انها عايزه تستثمر في جمال مصر وتتعلم وتستفيد من المعلومات الثمينه جدا جدا اللي موجوده في التراب بتاعنا.